عامر انضم لنا واكيد رح يخبرنا شو عم بيصير مع اينو. صباح الخير غادة، صباح الخير للمشاهدين. عالم التكنولوجيا والله شو ما عم بيصير مش عم نلاحق بس مش كل شيء منيح على فكره. ليش؟ يعني مثلا بدي احكي عن اعلان سامسونج امبارح لاطلاق النوت 9، هاتف نوت 9. بس اللي عم بتفاجئ فيها الفتره هيدي ان كان حكيت عجبتك الفكره ايه، لانه حكيت نفس الحكي السنه الماضيه بهال اكثر يمكن شهر لقدام لما اعلنوا يعني ايلول الماضي لما اعلنوا ابل عن اطلاق الايفون 10 او الايفون اكس. اوكي شفنا تليفون ما بيقدر اذا بدنا ينافس غير تليفونات اندرويد هو اي او اس، وشفنا هذا التليفون اللي ما بيقدر ينافس حقه فوق ال $1000. اليوم عم نرجع نشوف نفس الشيء مع سامسونج. يعني ما عم بفهم انا هذا التوجه انه انا لازم اشتري تليفون حقه فوق ال $1000. يعني اليوم تم الاعلان عن النوت 9 بسعر ابتداء من $999. بتقفلني انا هي 999 لحديت 1250 دولار. طيب اليوم هل هالتليفون باللي عم ندفعه قادر انه ينافس مصنعين تانيين عم بيعطوا يمكن احسن بعد باسعار مثلا ما بتطلع عن $800؟ يعني عم بحكي فرق $200 تقريبا واقل حتى في منهم. حاخذ الاجدد شيء انا هلا اللي موجود انه $800 حقه. هذا اللي انا عم اتضايق منه. انا اليوم هدفي لما انا نازل تليفون انه انا نافس فيه، هدفي انه بيع منه. بس هلا شكله لا، عم بيروحوا صوب انه لازم نغلي السعر. طب غلينا السعر يعني مشكله العالم حتقدر تشتريه، وبالتالي هذا التليفون راح يكون متناول الجميع. شو العبره، شو الفكره من وراء هالموضوع ما بعرف. اذا بدنا نحكي دراسه على مبيعات الايفون 10 مثلا، مبيعات جيده بس مش بالتوقعات المطلوبه. اوكي بعده لهلا سعره 1000 وبعضهم كثير عالم ما بيشتروه، بيروحوا بيشوفوا شيء ثاني. هلا الايفون فينا نقول اخر سنتين انه صار في شويه تخبيص. اوكي كذا تليفون وكذا الارقام اللي عرضتهم كله بيشبه بعضه يعني. اكزاكتلي حقول لك الارقام اللي عرضتهم الاسبوع الماضي، حرجع اذكر فيهم. الفصل الثاني 2017 مقارنه بالفصل الثاني 2018. الفصل الثاني 2018 ايفون او ابل عامله 1% تحسن. سامسونج عامل حوالي 7% تحسن، انما هواوي عامل 40% تحسن. وانتقلت هواوي من المركز الثالث كمصنع هواتف الى المركز الثاني. صرنا سامسونج هواوي وابل. شو بيقول لك هذا؟ شو بيقولوا لك هذا الارقام؟ مين من الثلاث شركات عم يشتغل مظبوط؟ عم يشتغل مظبوط. مين من الثلاث شركات عم يعطي المستخدم يلي بده اياه من التليفون؟ انا اليوم ما عاد بقى عم فتش نوكيا على... وين صاروا بهالترتيب؟ نوكيا عم يطلعوا بس هن نوكيا مش متبعين سياسه الماس برودكشن. اوكي. والماس ماركت، يعني اليوم اذا هواوي موجوده بمثلا هذا رقم مش مزبوط 50 بلد، نوكيا موجوده ب 25. اوكي. فما فينا نحسبها بال نعمل مقارنه. عم نحكي أوكي. عن الثلاثه اللي هن موجودين ب 100% من البلاد اللي هن موجودين فيها، يعني هواوي موجوده عند سامسونج، سامسونج موجوده عند هواوي وعند ابل وغيره. من عدا امريكا لانه هلا خربانه بين امريكا وهواوي. عم بيعملوا حظر على الموضوع. ما فينا نحسب السوق الامريكاني بعد الموضوع، اوروبي والاسيا والافريقي. ف حنشوف نحن هلا والمشاهدين تريلر عن اطلاق النوت 9. هلا بنشوف الصور، نحكي شوي عن الميزات. ما رح يعني انا بطبعي ما بحب انصح المشاهد انه يروح يشتري تليفون حقه $1000، لانه في بالسوق تليفونات تانية بتقدر تعطيه نفس الامكانيات وتعطيه نفس الا اذا هو حابب هذا شيء تاني. فانا نصيحتي مش انه والله، انا نصيحتي انه هو يقرر شو بده يشتري. انا بس بقدر اقول له اعطيه مواصفات بشكل شفاف واعمل له مقارنه بغير هواتف. اليوم عم نشوف بطاريه 4000 ملي امبير، بعد يعني بعد ما بنعرف شو الامكانيات ال 4000 ملي امبير للتجربه، بينما هواوي اعتمدت ال 4000 ملي امبير بتليفونات ثانيه ونجحت باعطاء عن جد
امكانيه لاستعمال التليفون لاكثر من نهار واحد على تشريجه او على شارج واحد. فاست شارجينج اكيد موجود بقلبه، وايرلس شارجينج موجود بقلب النوت 9. عم نحكي بمواصفات بتبلش من ال كستورج، يعني عم نحكي 256 مع اس دي كارد مع غيرها من ال من المواصفات اللي موجوده هلا بالسوق. عم هون عم نشوف انه عم يركزوا على الجيمنج كابابيلتيز، النوت 9 قادر يلعب العاب بدها طلب ان تيرمز اوف بروسيسنج باور، جي بي يو، سي بي يو، وايضا ميموري. هلا هيدا الشغله اللي هي ما موجوده بغير تليفونات عم نشوفها سوا، اللي هي الاسبان، القلم اللي بعده موجود بتليفونات النوت 9، هيدا اللي ما موجود بغير تليفونات ابدا. أوكي. ما في الا النوت 9 اللي موجود او النوت 8 او عائله النوت يلي موجود فيها الاسبان. الاسبان بيعطينا امكانيات كبيره منها انه انا اقدر اكتب نوت واخذ نوت هي والشاشه مطفيه مثلا كمان. فاكيد اللي بده اسبان واللي بده يرسم على التليفون واللي يعمل نوتس واللي بده يعمل دروينجز وكل الامور هيدا وهذا التليفون له مع الامكانيات الكبيره للاسبان يلي موجوده. عم نشوف هون كمان الايمج كابابيلتيز مع الكاميرا والفوتوغرافي كابابيلتيز يلي عم نحكي بعدنا بدول كاميرا. وهذا كمان شيء غريب انه انا اليوم صار في مشغلين، صار في مصنعين مثل مثلا مثل كمان برجع بذكر مثل هواوي، مثل ابل، مثل صار عندهم تريبل من ورا. بعدنا عم نشتغل على كونسبت الدول الكاميرا بالتصوير. اكيد بما انه هذا تليفون موجه لرجال اعمال كمان من يعني غير المهندسين وغيره رجال اعمال، في عندنا الادد سكيورتي بقلبه لنحمي التليفون من انه ينسرق الداتا منه ويكون في برايفسي اكثر، وهذه معروفه فيها. سامسونج عندها امكانيات جيده جدا بموضوع النوكس والسكيورتي على التليفون. اللي بدي اقوله انه مثل ما قلت نحن بنترك الخيار للمشاهد هو يقرر بهذا الموضوع. بالمقارنه اليوم اكيد ما راح احكم على النوت 9 بشكل نهائي الا ما نجربه، وهو المفروض يصير بالاسواق ابتداء من الشهر الجاي. نقدر نعمل تاست عليه ونعمل مقارنه بينه وبين الهواتف الثانيه، بس حاليا من يلي عم نقراه ومن يلي عم نراقبه ومن يلي عم مش كتير مشجع. يعني بفضل انا اليوم المستخدم شو عم يطلب. نحن عم نتواصل نحن والمستخدمين، اوكي، عم نسمع لهم، عم نعمل بعض الاحيان دراسات لصالح الشركات الكبيره سامسونج، هواوي، ابل، حتى كمان نحن هون عندنا بالسوق. شو عم يطلب المستخدم؟ عم يطلب بطاريه وكاميرا، ما اكثر من هيك. يعني كل ما بنيجي نحكي مع حدا بيقول لي كيف كاميرته، يعني احنا عملنا برين ستورمينج سيشنز، بطاريه وستورج، عملنا قعدات نسال فيها اسئله عفويه مش مكتوبه مش محضرين لها. اول مثلا بحط التليفون على الطاوله، اول سؤال بيجي كيف كاميرته؟ بضاين؟ انا بلعب كثير على التليفون، بضاين البطاريه، ما همه بقى السرعه والرام ولا هالامور هيدي، لانه هول لازم يكونوا تحت الحاصل 100%. انا اليوم لما اجي اعطي بطاريه مش بالمستوى المطلوب ما رح بيع. يعني فكره انه انا ضلني ظاهر من البيت ومعي باتري او شارجر بالجزدان او بطاريه برانيه او كل هالامور. احد الاشخاص من يومين، احد الزملاء بتلفزيون مستقبل، سالني شو في شيء بالسوق تليفون تتفك بطاريته كمان. يعني قلت له ليش؟ قال لي تشرج ظهر مع اثنين. اوف. فبعدنا بفكره انه البطاريه مستهلكه جدا عندنا، فلازم التركيز على البطاريه، وهذا اللي عم يركزوا عليه الشركات الثانيه. بتمنى على سامسونج انه، لانه في استهلاك للبطاريات اليوم بالنهار، ما بقى بس تحكي على التليفون، يعني ايميلات عم تفتح كل الوقت، التليفون مضوى كل الوقت. 100% اليوم كل شغلك على التليفون، حكي، ايميلات، تصوير، بدوروا كانوا يدوروا اللابتوب. ما بقى خمس ست سبع مرات بالنهار يشتغلوا عليه، يرجعوا يحطوه على الشاش بالاخر. هلا صاروا يدوروه مره او مرتين.
لانه ثلاث اربع مرات البقايا صاروا عم ينعملوا على طريق التليفون، رد ايميل، بعت ايميل، بدي اشوف سايت، بدي اشوف خبريه، بدي اقرا خبر، ما ضروري يفوت من الكمبيوتر. فيسبوك موجود على التليفون، تويتر موجود على التليفون، انستغرام موجود على التليفون، واتساب موجود على التليفون، اوفيس وورد موجودين على التليفون، اوتلوك موجود على التليفون. شو لشو بدي الكمبيوتر؟ ما عاد في عازبه. فمن هون منطلق الاستهلاك، لما عم مستهلك التليفون عم استهلكه بامكانياته، بس امكانياته مربوطه بالبطاريه. اذا انا ما عندي بطاريه قويه، تليفون رح يكون عم يتعبني بمرحله من المراحل. مشان الالعاب، نوت مثل ذكرنا، نوت 9 هو جيد جدا بمواصفاته للالعاب. ميزه الاسباني اللي ما موجوده بولا تليفون تاني موجوده بالنوت 9. كمان هدول من البوزيتيف بوينتس يلي بيخلونا تو انفست، وانا عم استعمل كلمه انفست هون يعني مستثمر بنوت 9 لانه يعني لما عم بدفع فوق ال $1000، انا اليوم اذا بدي اعمل مقارنه انا بقدر اشتري لابتوب ب $1000 صح، واذا بدي فوت كمان اكثر بقدر اشتري اثنين لابتوب ب $1000 اذا عم باخذ لابتوب شوي قديم، يعني بقدر اجيب لابتوبين ب $1000. فاليوم انا اجيب تليفون ب $1000 بده يكون نيش ماركت كثير، يعني ناس معينه بتقدر كان افورد انه تشتري. هلا في ناس اكيد بقسطوا، هذا الشيء بيرجع لهم كمان، بس انا عم بحكي بمبدا الشراي كديل. اليوم بالسوق في تليفونات عن جد خرج واحد يطلع عليها، رح اذكر بشكل سريع الفكره بس تذكيرا للمشاهدين. في عندنا الاوبو مثلا، كان عندنا على كان معنا بال عملنا له ريفيو، تليفون رائع جدا الاف 7، امكانياته رائعه جدا، فيهم يجربوه. في عندنا الهواوي بي 20 برو يلي هو من اهم اذا مش احسن تليفون اندرويد موجود اليوم بالعالم. بكل الامكانيات اللي ذكرناها، وكان معنا روجيه مكرز الاسبوع الماضي عملنا تست للبي 20 برو وحبه كثير، تست فوتوغرافي قارن بين الكاميرا اللي بيستعملها روجيه والكاميرا البروفيشنال اللي بيستعملها روجيه والبي 20، وانعجب وانغرم بالبي 20 مع الارتفيشال انتليجنس اللي بقلبه. واخر تليفون رح اقول عنه للمشاهدين كمان موجود رح يصير موجود بالسوق كمان من هواوي، يلي هو النوفا 3i يلي المفروض يتم اطلاقه الاسبوع الجاي رسميا بلبنان. رح نكون نحن كمان ننقل حفل الاطلاق باي نو تغطيه لحفل الاطلاق. هيدا كمان واحد من اهم تليفونات الاندرويد، الميد رينج نحن بنسميهم، ان كان بالكاميرا او ان كان كمان بالكيبابيلتي تبعه. فيمكن طالعين تليفونين هواوي بالتوب 3 اللي عندي بس انه بيستاهلوا، بس بيستاهلوا صراحه. عم نكون شفافين بهذا الموضوع لحد ما ينزل تليفون، وعندنا اسبوع عندنا شهر الجاي تليفونات كثير بده يتم الاعلان عنه. عندنا ابل رح تعلن عن تليفونات، وشركات ثانيه رح تعلن عن تليفونات لحد ما يكون في تليفون عن جد يسرقنا من الثلاثه اللي اعطيناه هون. هدول هن افضل تليفونات اليوم، وانا اعطيت رينج بالتليفونات بلش ب 300 وبيخلص بال 750 هول. اوكي، يعني يلي ما بده يدفع اكثر، يلي ما بده يدفع، لانه اليوم موضوع التليفون صار يعني كل فتره بواحد، كل سنه، مش انه عم تعمل انفستمنت $1000 على خمس سنين او على ومنه بيت ومنه هذا. كل سنه بيتغير، بده يتغير. في ناس بيغيروه كل 10 اشهر، في ناس بينكسر معهم بعد شهر. مظبوط، وهذا بدنا ننتبه له كمان. اليوم لما عم تنكسر شاشه التليفون عم يكون علينا تكلفه لنغيرها. مظبوط. في سوق جديد بلش يلي هو التليفونات السكند هاند اذا بدك، يلي هيدا بركي مرتين جاي نرجع نحكي عنه اكثر، نعمل لك حلقه عن السكند هاند فونز. ميرسي لك عامر، رح ننتقل فورا لحتى نكون هلا مع الشيف حسين ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. اربع وصفات لحلقتنا لليوم. عنا وصفتنا كفتة بالبيشاميل، هيدا أول طبق. كمان في عنا وصفة تانية عصير الركة باللبن، طبق كتير طيب وطبق صحي، عصير الركة باللبن. أيضا وأيضا في عنا كيك التمر، كيك التمر بالتوفي، وعنا كريسبي الدجاج. هول هن لكل مشاهدينا وصفتنا لليوم. أنا وياكم مثل العادة ومثل كل يوم رح نبلش أول شي بوصفة الحلو. بالنسبة مشاهدينا لوصفة الحلو اللي هي الكيك التوفي أو كيك التمر بالتوفي، أول شيء بدنا نجيب، لكن أول شيء في عنا زبدة
رح نحط كمية من الزبدة، بالإضافة عندي للسكر الأسمر والسكر الأبيض، لكن عندي نوعين مشاهدينا من السكر نخلطهم مع بعض. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. طيب رح جيب البيض ورح جيب الفانيل، لكن كيك التوفي، هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة، كيك التمر بالتوفي. عندي قدامي مثل ما عم بتشوفوا حطينا سكر أسمر سكر أبيض، بالإضافة مشاهدينا حطينا من الزبدة. هلا رح اجي ضيف البيض، بيضة ورا الثانية. لكن بلشت انا ضيف البيض مع الفانيل. كمان مثل ما عم بتشوفوا عم نضيف بيضة ورا الثانية. لكن ضفنا البيض، بهالوقت شو رح اعمل؟ عندي الطحين وعندي ايضا البيكنج باودر، لكن عندنا الطحين وعندنا بيكنج باودر وعندنا كمان التمر، هيدا التمر رح اجي اضيف التمرات مع الحليب. طيب رح اجي اخذ معلقه ونضيف ايضا، اوكي رح ضيف التمر بهالشكل وراح ضيف مع التمر كمان حليب. اوكي لكن مشاهدينا وصفتنا بعد بدها تقريبا حوالي دقيقة بتكون صارت جاهزة. اوكي مثل ما عم بتشوفوا، اوكي رح نضيف ايضا طحين ورح نضيف بيكنج باودر. لكن ضفنا الطحين وضفنا البيكنج باودر، هيدا الطبق صار جاهز عنا لحتى ندهن صينية بالزبدة ونرش لها رشة طحين ونفوتها على الفرن على حرارة 180. لكن هول هني وصفتنا مشاهدينا، رح خبركن عنهم بعد شوي بالتفصيل. اما هلا بالعوده لك غادة. ميرسي شيف، نحن وياك والمشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم رح ناخذ كمان مره بريك، اكيد ما تروحوا لبعيد، رح نرجع نتابع من بعد فقراتنا.